عضو آخر في هذه المدينة. هذا هو سيد الأستاذ. أدمج تكون عاهدة في تعهداتي 54. أنها لازم تكون شريكة في هذا الاستقبال، نوصل رسالة للشباب وخاصة للشابات. قال لك سمحوا لي لو كان عود بكم سنة 2019. نريد أن نبني هذه الجزائر. بعد خروجنا من هذه القاعة يعني في إطار عملنا الجواري في إطار تجمعاتنا أن نوظف بعض الأفكار تكون غايبة عليا بعض ومنكم من يأخذ هذه الكلمة يظن نجحت مسألة المنسقين ومرهم في مجدي معنا نفسها البلدية بشكل عملك تتحمل أن اللقاء تاعنا أولا كان لقاء تقني يضم أعضاء المديرية مع المنتخب.